السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة معانا تطورات حالة نور غسان بعد اجراءها لعملية تانية في عينيها وحقيقة فقدانها للبصر وحقيقة وفاتها اللي انتشرت جدا على السوشيال ميديا، وانهيار خالد مقداد لما طبعا اتكلم وقال، وكمان انهيار زوجها طبعا الوليد مقداد، وهي حالة صعبة جدا بتعيشها المقاديد من بعد زواج ابنهم. طب دول اتجوزوا ليه حالة التنمر الشديدة جدا اللي شفناها على حفل زفافهم، على الرغم ان الدنيا كلها كانت مبسوطة وفرحانة ليهم، فرحانة ان الشباب الصغير الولاد الصغيرة اللي كانوا على الشاشة ناس كتير تقول لا هم امتى كبروا، امتى اتجوزوا، امتى بقوا عرسان، حاجات كتيرة قوي. التنمر على شكل جانا مقداد وكمان على نور غسان، ايه حقيقة كل التفاصيل واجراءها للعملية التانية ولبسها النظارة السوداء طول الوقت اثناء ما بتكون متواجدة مع عيلتها او حتى مع عيلة زوجها طبعا الوليد مقداد وعائلة خالد مقداد عموما. كل التفاصيل والحقيقة الكاملة هتلاقوها معانا في الفيديو. خلينا نوحد الله ونصلي على رسولنا عليه أفضل الصلاة والسلام. وعايزة أقول لنور، أنت مش محتاجة شهادة حد أن أنت جميلة، لأن بجد في حالة من التنمر والانتقادات على شكلها، وإنها عملت عملية تجميل علشان بس تكون حلوة شوية، أو الميك اب بتاعها، أو إزاي مبينة حاجة من شعرها، حاجات كتيرة قوي قوي، ولكن من بعض الناس عشان نكون واقعيين. ولكن الحسد والعين حق بجد. ناس كتير اتكلمت على فرحهم وعلى زفافهم وعلى كم المشاهدات مثلا اللي جات على الفرح. طب ما هو الناس بتحبهم علشان كده بتشاهدهم، ليه في شوية من الغل؟ ليه ما ندعي لهم مثلا ان ربنا يسعدهم، ان يرزقهم بالذرية الصالحة، ان هم يبارك لهم؟ ومش ليهم بس، ده بالعكس يا جماعة، موضوع العين والحسد ده متواجد بكثرة، متواجد جدا. طبعا الحسد ذكر في القرآن. نور غسان من بعد زفافها كان المفروض انها تكون بتعيش اسعد ايام حياتها، وكمان بتقضي شهر العسل او بتستمتع بزواجها، ولكن للأسف دخلت في عملية، والعملية وراها عملية لسبب ان العملية الجراحية الاولى اللي اجرتها واجرتها في العين يعني للأسف فشلت وما كانتش بالنجاح الملحوظ او المطلوب. وبعد كده شفنا نور غسان دايما لابسة نظارة سودة في كل المناسبات او في اي وقت تكون متواجدة فيه، فناس كتير جدا على السوشيال ميديا بما ان ليهم متابعين فضلوا يتكلموا ايه مشكلتها، هي عندها ايه، ليه لابسه نظاره سودة حتى لو هي مش في شمس ونظاره شمسيه. فاتكلموا واتعرف انها بتعاني من مشاكل في العين، قال ان في ميه متواجده على العين، او بلاش ادخل في الامور الطبيه، لكن هي اجرت عمليه تانيه خلال الساعات الماضيه ولحد الان مش معروف نتيجه العمليه. ولكن لما الناس ما عرفتش حقيقة الأمر، كل الأخبار على السوشيال ميديا فضلت تقول وفاة نور غسان، يا رب يطول عمرها ويعني يبعد عنها أي حاجة وحشة أو أي شر. ولكن زوجها طبعا الوليد مقداد طلع على صفحته الرسمية وعمل ستوري صغير وقال احنا بخير وكلنا بخير، ويا رب دايما يجيب الخير، كفاية كلام وكفاية شائعات، ادعوا لنا ان ربنا يعدي ايامنا على الف خير، وادعوا لنا من قلوبكم. احنا كلنا بندعي لهم طبعا، وان شاء الله ان شاء الله لو في حاجة صعبة وفترة صعبة تعدي على الف خير، ادعوا لهم كتير، وان شاء الله ربنا يساعدهم ونشوفهم دايما في احسن الاحوال. وياريت بل نبقى لطاف في كلامنا، ممكن كلمة تطلع منك سهلة لكن توصل لغيرك صعبة. أنا بشكركم.